التراكم هو إشكال يؤرق الأسر المغربية، لأن الأسرة تعني الإنشاء. هل يمكن أن نعتبر الرقم مرض عادي كباقي الأمراض، كمرض السكري والأمراض الأخرى؟ وبالتالي إلى أين وصل الطب في بلادنا إلى الحد من هذه الأرقام؟ شكرا على هذا السؤال، لأنه مهم بزاف. نبدا لك بواحد أونكيت، واحد البحث في المجتمع المغربي، درته الجمعية المغربية لطب الخصوبة في 2015. نعم. وترتب على ذاك البحث بأن تقريبا 12% من الأزواج يعانيوا من نقصان الخصوبة إلى انعدام الخصوبة. وهذوك 12% اللي جينا نحسوها هي 250 ألف زوجين كابل، معناتها 160 ألف شخص، ولهذا 170 ألف شخص، ولهذا كاين واحد عدد كبير من المغاربة اللي كيعاني. وحنا حاولنا عن طريق هذه الجمعية اللي أنا وقف فيها الممارسة، لما كان نشتغل فيها ووصلنا النتيجة مع الحمد لله الحكومة مع الناس اللي يحكموا بأنه حقيقة العقم مرض اعترفوا به وخرجوها في قانون اللي خرج في 2019، خرجوا اعتراف الدولة المغربية بأن المرض قانون وعليها عطاو واحد التقنين واجتهدوا اكثر، لانه ترتب على ذاك الاعتراف القانوني بانه مرض ترتب عليه واحد عدد ديال الحوايج بحال سميتو التغطيه الصحيه لبعض المصاريف بحال الادويه اللي غنستعملوا في الاقتصاد الخارجي اللي غنهضروا عليها من بعد. دونك الاعتراف القانون كاين بانه مرض. دونك فين وصلت التقنيه المغرب؟ انا نقول لك المغرب الحمد لله دابا حالو بحال الدول الأوروبية، الدول حتى الأمريكية، لأن تقريبا كي كيدار أنا تعلمت وقريت في أوروبا وعارف جميع المراكز شنو دايز فيها. داكشي اللي كاين في أوروبا كاين في المغرب، التقنيات كاينة، غير هي المشكل ديالها تقنية مكلفة، مكلفة من ناحية الأطباء، من ناحية الأدوية، من ناحية سميتو الإكسبرتيز، من ناحية العمل المصاريف ترتب عن المصاريف الاقتصادية وعلى عن طبيب الفحوصات الطبية وكل شيء مكلف، ولهذا في نقصان في الناس اللي كيديروا هذا العمل. هنا نشوفوا بحال غير هذه الجيران ديالنا الجزائر وتونس، كتشوف سبحان الله عندهم واحد العدد كبير ديال الحالات، لان كاينه تغطية، تغطية عندهم إمكانية ديال تغطية، وكان وقع واحد هاد زعما القانون داز قديم وداز التغطية بصفة شرعية قديمة، دونك حنا وصلوا لواحد العدد كبير، ولهذا حنا كنتمناو نوصلوا أقرب وقت باش هذوك الأزواج ما يبقاوش يعانيو، ولأن التقنية في المستوى العلمي ديال الأطباء عالي وحالهم الحمد لله ما نقدرش نقولوا، ولكن الإقبال مازال الدولة خاصها تعمل. يالله داز في هذه واحد نقولوا شهرين داز قبلو يعني عمل تعويض على الدوية، مازال المصاريف الطبيب، مازال المصاريف المقبلية، مازال المصاريف الاستشفائية، هادو كلهم خصهم نخمو فيها، ماشي غير الدواء راح أكثر يتعمل، وخصنا نزيدو بأنه هاد الشيء عنده نسبة مئوية للنجاح، الاقتصاد الخارجي ولا الاصطناعي ولا كلشي هادشي فيه ما بين 35% حتى 37% من النجاح في المراكز. حتى 40% قبل ما نعرف، ولكن 100% ما كايناش. يعني كنقول 100 حالة 60 حالة خاصها تعاود، مش حاجة، ولهذا خاص يكونوا زعما كامل اللي عندهم اللي يحكموا في ذاك الصندوق ديال التغطية يكونوا عارفين هاد المشاكل، عارفين بأن كاين الواحد راه يمكن يعمل طلب طلبين ولا ثلاث طلبات باش يوصل لواحد النتيجة. غير دكتور مبتل، في بداية هذا الحوار كانت لدينا معكم دفتر استباقي وتكلمتم على التقنين ديال 2019، ما هو السياق الذي جاء فيه هذا المشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان وهو دابا راه يعني دابا دخل حيز يعني فوعي؟ كان هذا عامين احنا كنناقشوا ما بين
مش تطبيق اللي يقولوا ممارسة المهنة اللي هي العقم الإخصاب الخارجي ومارك الصبع تكون مقننة. هيك ما كانش كانت ماشي مش عشوائية، كانوا الضمير هو اللي كي هو اللي للمسيه، الضمير ديال الطبيب والضمير ديال المهنيين هما اللي للمسيه، ولكن ما كافيش لان كيكونوا ديما واحد 1% ولا 1000 ما عرفناش من كل خصو يبدا كل شيء قاد كل شيء مقنن، كل واحد عارف شنو خصو يدير وحتى اللي ما خصوش يدار. هنا فين طلبنا حنا سميتها الحكومه باش تجي القانون وجاوبوا معنا الرباط في الميادين ووصلنا لواحد النتيجة، ودابا راه جريدة رسمية خرج فيه جميع شروط الحلول للمركز، شروط تسيير المركز، الكفاءات اللي خصها تكون عند الناس اللي تكون فيه، اللي خصو يدار، اللي ممنوع، المحافظة على الأمجاج، مدة المحافظة، واش قابلة تجي أو لا، جميع حتى العقوبات للمخالفة حتى هي تمشي دابو نساو حتى حدا كلشي داز. لو يمكن نقول بأنه ممارسة مراكز الخصوبة للإصلاح الصناعي وللإخصاب الخارجي والإخصاب الخارجي المجهر والمحافظة على الأمشاج وهذا كلشي معلق اللي معلق الخصوبة كله دابا مقنن في المغرب، وحيث تطبيق مدة من أواخر 2019. أكيد بأنه القانون يعني أعطى دفعة قوية للمراكز التي تشتغل في هذا السياق. سؤالي موالي دكتور مطيل، ما هي الإكراهات التي تواجهكم كأصحاب مراكز أو كمسيري مراكز؟ إكراهات ما يعني الإكراهات المشاكل ولا؟ يعني المشاكل الصعوبات. الصعوبات، إذا قلنا الصعوبات اولا صعوبات هي من مستوى هما من التكلفه اللي ما يمكنلهاش سميتو يمكنلهاش المواطن المغربي يوصل لها. نعطيك واحد المثال بسيط، ملي كنقولوا 10 الناس في الطبيب كيقول لهم ولا الطاقم الطبي ديال المركز كيقول لهم الناس خصكم الحاله ديالكم كيخصها اخصاب خارجي، شحال من واحد كيبدا الجوال ديال الاخصاب الخارجي؟ جوج من 10 بدا يوصل، معناتها 20% اللي عندها الإمكانية باش تمشي، 80% ما كديرش واخا الحالة ديالها كيخصها الخصاب الخارجي. دونك ها هو المشكل الأول. دونك حنا كنقولو كنخدمو غير مع 20% اللي محتاجين أولا، هاد الأول هادي الثانية الدولة ما مساعدناش، ما كتعطونش مصاريف الخدمية ومصاريف ديال الطبيب. الدكتور اللي كيبقى المغرب ديما كتبقى معاه في الفلوس وخاص تزيد، هذا ما كيخليهاش نخدمو بالمواقع ديالنا. ديما هو ما عنديش ما يردوليش ما يعطيوليش، يعني مع هاد المشاكل اليومية وعاد تجهيزات. دابا إلا بغينا نكونو في مستوى عالي كتجهز كل 4-5 سنين تجهيزات حديثة اللي كتعطينا نتائج مزيانة تبقى ديما على مستوى كبير، ولكن هذا الشيء لما كانش مرة واحد إعانة الدولة ماشي مباشرة غير مباشرة، غير تعاون المرأة على الزوج اللي عاد محتاج تعاونه باش هو يجي، وحنا ملي غنشوفوا نشوفوا داك العدد كيكبر حنا نتشجعوا باش نرفعوا المستوى ديال التجهيز ونجددوه بصفة زعما بيريوديك دورية. دكتور فيما يتعلق بالاطر، هل ستوفر هذه المراكز على اطر كفء؟ على اطر كفء الكومبيتون على الكومبيتون المستخدمين على معلوم لا ما عندوش مشكل. الاطباء دابا وصلوا لواحد المستوى عالي، والبيولوجيين اللي كيخدموا المختبر ديال هاد المراكز تاهما المستوى ديالهم عالي، والمساعدين حنا اللي كنا نعملوا يكون عندهم واحد الأساس، يكون واحد ماستر، يكون عندهم واحد الأساس، ماشي يكون واحد كلية بكالوريا زائد 5 مستوى كبير في البيولوجي، يكون غير واحد تكوين
يعني مدة التأسيس إلى يومنا هذا ما هي حصيلة هذه الجمعية؟ حصيلة الجمعية كل سنة نديرو مؤتمر كبير عالمي. عالمي. فيه ما بين 700 حتى 800 ناس. دونك شنو هو هذاك المغزى؟ هو الانخلاط مع التجارب ديال الناس ديال العالم الأسري وكان تكوين الطباع. أخيرا الدكتور نور الدين بالنسبة للمستمعين والمشاهدين واحد بطاقة تعريفية بالدكتور نور الدين مسار تعليمي ومسار مهني. أنا تعليمي وتهني أنا اختريت في فرنسا في مدينة ستراسبورغ كلية الطب والصيدلة. من بعد الدبلوم الرئيسي عملت البيولوجية الطبية تم في ستراسبورغ تخرجت تقريبا في 1984 دخلت ترأست سميتو واحد من 13 سنين تقريبا كنت رئيس مختبر ديال بوليكلينيك لاكيس سوسيال الزراوي وبعدين وبعد سميتو عملت حليت هذا المختبر وهذا المختبر اللي حليته في 1990 اختار في اتجاه ديال العقم والتحليل المهني وهنا فين اختار اتجاه التخصص ديالو من بعد احنا في 1994 او 92 الف اول مركز خصوبة في المغرب تحل في هذيك السنة. من بعد بقات الممارسة ديال هاد
ديال مارس الخصوبة من 1990 تقريبا حتى يومنا هذا. دابا الحمد لله المغرب راه تفضل 18 مركز خصوبة وجميع المدن الكبرى من طنجة حتى الأكادير مراكش فاس ناس كل شيء في مراكز أكثر غير بارفيلاس واحد الله شي 8 مراكز. دوك الحمد لله كاين سميتو كاين الممارسة ديال هاد المهنة كاينة. وعلى مستوى العمل الجمعوي كنتم عضو في الجمعية؟ أنا عضو في الجمعية وأمين مال الجمعية لأن أنا ملي نقول ملي كيكون شي مؤتمر أنا اللي كنصرف وكنحرص على ندخل ولكن عضو في مجلس علمي ماشي غير عاطيني غير هاد المهنة ديال ولكن من عضو في مجلس علمي. وهاد الجمعية راه عندها دابا تبارك الله من 1914 تقريبا فاش تكونت دونك راه عندها واحد تبارك الله خدميه دابا هي الجمعيه الطبيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.